يقول الكتاب مخيف هو الوقوع بين يدي الله الحي، وكما وضع للناس أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة، يعني كل إنسان رح يموت رح يواجه الدينونة، رح يواجه الله في يوم من الأيام. لكن مصير المؤمن معروف، لأن الكتاب المقدس كلمة الله وعدت المؤمن بالحياة الأبدية في الحاضر، ونحن نعلم أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة، إلى حياة الله، إلى الحياة الأبدية. وهذه الصلاة إنك تختبر حياة السماء، حضور الله على الأرض والحياة الأبدية. يوم من الأيام لما نفترق عن هذا الجسد إلى العالم الآخر نكون في حضور الله. في أوصاف كثيرة وحلوة للسماء في كلمة الله، بسميها السماء نسبة إلى علو المكان. طبعا يستخدم كلمات تعبر أو بتتحدد بالزمن، لأن هذه محدوديتنا وإطار فكرنا اللي ممكن نفهمه، لكن السماء غير محدودة لأن الله هو غير محدود. أيضا الكتاب بسميها الفردوس، واحد من الكلمات الأخرى اللي استخدمها يسوع المسيح، بيت الآب، أنه يعد منازل وسيأتي ليأخذنا لكي نكون معه. أحيانا بسمي السماء مدينة، طبعا المقصود مدينة سماوية صانعها بارئها الله، مش يد بشرية. وأحيانا بسمي الكتاب مكان السماويات، يعني مكان حضور الله، هذا طبعا نسبة إلى جنسية الملكوت ورعاية الملكوت، لأن حصلنا على الجنسية السماوية، الله أقامنا وأجلسنا مع المسيح في السماويات، فمكان السماويات، وهذا هو حياة المؤمن ومصير المؤمن.